السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة وطالبات الشهادة الثانوية. إن شاء الله هنبدأ معاكم أولى مراجعات مادة الأحياء بإذن الله شعبة العلم علوم. إن شاء الله نماذج أسئلة من امتحانات البوكلت للأعوام الماضية. أول سؤال النهاردة، أكتب المصطلح العلمي تتابع من النيوكليوتيدات في ثلاثيات على المسنجر RNA، والتي تم نسخها من أحد شريطي DNA. دي طبعا الشفرة الوراثية، الكلام ده لازم يتحفظ ضروري لأنه مهم. يعني ممكن في الامتحان يقول لي ما المقصود بالشفرة الوراثية، احنا عارفين المصطلحات العلمية بيجيب لي المعنى وطلب المصطلح ممكن يقول لي ما المقصود بالمصطلح، ويبقى أنا لازم أكون حافظ الاثنين. يبقى رقم واحد، السؤال الأول يعني أكتب المصطلح العلمي، رقم واحد في الإجابة الشفرة الوراثية. يبقى لو قال لي ما المقصود بالشفرة الوراثية، لأن في بعض الناس يقولوا مش هنحفظ لأنها تيجي مصطلح علمي، لا ممكن يعكسها ويقوم جايب لك ما المقصود، أو جايب لك ما المقصود بالشفرة الوراثية. خلاص. رقم اتنين، إنزيم توجد شفرته في الفيروسات التي يكون محتواها الجيني RNA. طبعا ده إنزيم النسخ العكسي، إنزيم النسخ العكسي. رقم ثلاثة، نباتات بذرية تنشأ بذورها داخل غلاف ثمري. قال لي نباتات بذرية يبقى نباتات زهرية. النباتات الزهرية اللي بينطبق عليها هذا الوصف هي النباتات مغطاة البذور. عارفين في نباتات مغطاة البذور ونباتات معرات البذور. معرات البذور زي الصنوبر، مغطاة البذور زي ذات فلقة وذات فلقتين، وغلافها بيبقى داخل ايه؟ غلاف ثمري. يبقى رقم ثلاثة في الإجابة ممكن نقول نباتات مغطاة البذور، النباتات مغطاة البذور. النباتات مغطاة البذور. وممكن نقول بين قوسين النباتات الزهرية، النباتات الزهرية. رقم أربعة، إحدى مراحل دورة الطمس تتميز بزيادة إفراز هرمون الاستروجين. ده طبعا مرحلة نضج البويضة، مرحلة نضج البويضة. رقم خمسة، بروتينات تثبط الاستجابة، يعني تعمل تثبيط للاستجابة المناعية أو تعطلها، يعني تهديها تقللها أو تعطلها، فتتوقف الخلايا بي البلازمية عن إنتاج الأجسام المضادة. طبعا ديت الليمفوكاينات. نمرة ستة، أنسجة ضامة تشكل بعض أجزاء الجسم ولا تحتوي على أوعية دموية، دي معروفة اللي هي الغضاريف. رقم ستة، الغضاريف. رقم سبعة، ناقل عصبي يتواجد في الوصلة العصبية عند إثارة خلية عصبية حركية. طبعا الأسيتايل كولين، واخدينه في سنة تانية كمان، الأسيتايل كولين. رقم تمانية، الخلايا التي تحمل المعلومات التي تم جمعها الميكروبات والأجسام الغريبة لتقديمها للخلايا المناعية المتخصصة في العقد الليمفاوية. دي طبعا الخلايا البلعمية الكبيرة، الخلايا البلعمية الكبيرة الدوارة. دول كان 8 مصطلح علمي في امتحان بوكلت كامل، جمعتها لكم في ورقة واحدة وفي سؤال واحد، على اساس برضو ايه حاجات مهمة وبتطلب،
وبصراحة بتتكرر كتير في الامتحانات. نيجي للسؤال التاني، وضح بالرسم فقط مع كتابة البيانات. الرسم مهم جدا اللي احنا هنرسمه دلوقتي. اول حاجة مراحل انبات حبة اللقاح، ودي مهمة برضو السنة دي ومهمة كل سنة. اولا رقم 2 واحد، يعني الف او واحد، مراحل انبات حبة اللقاح. من الاسئلة او الرسومات اللي بتيجي كتير بتتكرر، ولا مانع ان هي ممكن تيجي كل سنة، يعني ما فيهاش مشكلة. حبة اللقاح معروف ان لها غلاف كده وفيها نواتين، نواة مولدة ونواة انبوبية. نواة مولدة ونواة انبوبية. بعد لحظات يتكون انبوب اللقاح. انبوب اللقاح، انبوب اللقاح والغلاف لسه زي ما هو، النواتين زي ما هما. طبعا في سيتوبلازم، بيانات دي لازم تتكتب. خلاص هنا سيتوبلازم، والنواة الأنبوبية بتقترب من، طبعا هنا سيتوبلازم اهو، النواة المولدة زي ما هي نواة مولدة، النواة الأنبوبية بتقترب لأنبوب اللقاح، أنبوب اللقاح، وهنا النواة الأنبوبية. بعدها بلحظات بيتكون أنبوب اللقاح، وبتختفي النواتان مولدة والنواة الأنبوبية ليصبح نواتان ذكريتان. نواتان ذكريتان، فيه نوت نواتين، وده أنبوب اللقاح. أنبوب اللقاح، هنا نواتان ذكريتان أو مذكرتان ذكريتان. وطبعا هنا الجدار زي ما هو، السيتوبلازم فقط اللي موجود هنا دلوقتي، ودي بنقول عليها مراحل انبات حبة اللقاح، وهامة جدا جدا جدا، يعني ممكن تتكرر. هي جت السنة اللي فاتت دور اول، ممكن تيجي السنة دي برضو دور اول، ما فيهاش مشكلة لانها كويسة وسؤال حلو. رقم 2، التكاثر اللاجنسي في فطر عفن الخبز. الرسمة دي مهمة جدا بالمناسبة. فطر عفن الخبز هنا حافظة جرثومية داخلها ايه؟ جراثيم. يبقى دي حافظة، حافظة جرثومية داخلها ايه؟ جراثيم. هنا حامل جرثومي، حامل جرثومي. خلاص ناخد بالنا كده، هو بيقول لي التكاثر بالجراثيم في فطرة عفن الخبز. طبعا أشباه الجذور، أشباه الجذور طبعا بنرسم رسمة كده برضه. هنا حافظة جرثومية بس امتلأت وتبدأ في الانفجار، دي مهمة جدا 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 اهو، لان بيقول لي تكاثر، تكاثر بالجراثيم. يبقى الوقت هنا انفجرت الحافظة الجرثومية، طلعت جراثيم، جراثيم الجراثيم دهيت. يبقى هنا انفجار الحافظة الجرثومية، انفجار الحافظة الجرثومية، وبدأت الجراثيم تنبت مكونة. جراثيم بدأت تنبت، خلاص مكونة ايه؟ فطر عفن خبز جديد. يبقى ديت انبات الجرثومة، انبات الجرثومة مهمة جدا جدا في التكاثر في عفن الخبز او الطريقة بتاعته. اخر سؤال عندي، تركيب فقرة عظمية في الانسان. تركيب فقرة عظمية في الانسان نرسمها مع بعض.
دي مهمة برضو، جات في اكتر من امتحان، ونركز. رسمتها سهلة جدا ومفيهاش اي مشكلة. جسم الفقرة، جسم الفقرة ممكن نظلله كده بالقلم الرصاص. جسم الفقرة، فقرة عظمية، خلاص. في قناة عصبية هنا، قناة عصبية، رسم مبسط مفيش تعقيد. قناة عصبية، قناة عصبية، وبنبدأ نرسم النتوءات اللي موجودة، خلاص. طبعا هنا القناة العصبية بتحيط بيها حلقة شوكية، حلقة شوقية، حلقة شوكية. بنبدأ نرسم النتوءات وبالراحة خلاص كده عشان ما يحصلش لخبطة. أول حاجة في هنا نتوء، وفي هنا نتوء، ونتوء، والنتوء الشوكي اللي هو في المنتصف كده، واللي عملناه هنا بنعمله نفس الكلام بالتكرار وببساطة برضو عشان ايه ما نلخبطش الرسمة. بياناتنا مهمة، نتوء شوكي، نتوء شوكي، هنا نتوء مفصلي أمامي، نتوء مفصلي أمامي، وفي نتوء مفصلي خلفي من الخلف، نتوء مفصلي خلفي، وفي هنا نتوء ايه مستعرض، نتوء مستعرض، وفي نتوء شوكي اللي هو مرتفع لأعلى كده. بعد هنا البيانات مهمة جدا، لان احنا بنتحاسب على كل معلومة مكتوبة في الرسم. يبقى الوقت هنا جسم الفقرة قلنا ظللناها بالقلم الرصاص، قناة عصبية، القناة العصبية محاطة بحلقة ايه شوكية، في عندي نتوء مفصلي امامي، نتوء مفصلي خلفي، النتوء الشوكي، وفي النتوء ايه مستعرض. يبقى ده تركيب فقرة عظمية قطنية في الانسان، تركيب فقرة قطنية عظمية في الانسان، في الانسان. يبقى دي كان اخر رسمة النهاردة، هنتابع الاسئلة وحل اجزاء كبيرة من المنهج واسئلة متنوعة من نماذج بوكلت رسمية موجودة في الوزارة في السنوات اللي فاتت ان شاء الله. ما تنسوش الاشتراك معنا في قناتنا مصطفى رجب خبير العلوم، ونوصل المعلومات و الفيديوهات لزمايلنا عشان يوصل لنا كل جديد. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.